إدراك للاشتراك. أهلا يا أصدقاء، اليوم سنكرر أسماء الثمار. ما هذه الفاكهة؟ نعم، إنها بطيخ. ما اسم هذه الفاكهة؟ هذا صحيح، إنه تين. ماذا تسمى هذه الفاكهة؟ نعم، إنها الكلمنتينة. ما هذه الفاكهة الصفراء؟ نعم، إنها موزة. وما هذه الفاكهة؟ نعم يا رفاق، إنها مسمس. الثمرة التالية حمراء، هذه. هذا صحيح، إنه توت العليق. وهذا؟ نعم، إنه أناناس. ما هذه الفاكهة الصغيرة؟ نعم، إنها ليمون يا رفاق. واحد، اثنان، ثلاثة. ثلاث حبات من الليمون. يا لها من فاكهة جميلة. هذه فراولة، صحيح. هذه الفاكهة تكررت. نعم، إنه ليمون. وأما هذه الفاكهة تسمى؟ نعم، البلاك بيري. هذه الفاكهة اللذيذة تسمى؟ فراولة، نعم. الثمرة التالية أرجوانية. هذا؟ نعم، عنب. ما هذه الفاكهة؟ إنه أفوكادو. هذه الفاكهة تسمى؟ مانجو، نعم. مانجو. وهذا؟ برقوق، صحيح. الجميع يعرف اسم هذه الفاكهة. هذه تفاحة. وآخر فاكهة تسمى؟ نعم، إجاص. أحسنتم يا رفاق، لقد قمتم بعمل رائع. لا تنسوا تناول الكثير من الفواكه للبقاء بصحة جيدة. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم. نراكم مع تيتا تي في.